كان النهائي القاري الثاني فرنلين انتبه العملية وسمع بيد وهدف التعادل. العبدين اللي عدل النتيجة للنجم الرياضي الساحلي في دقيقة 83. تماس ينفذها الخدامسي وتمشي الكرة لوسام عبيد وتوزيع على المقاس من وسام عبيد. ديتونت ممتازة ملعب دلي وما يخلي حتى فرصة لمعز حسن ويتمكن من تعديل النتيجة مع مطلع دقيقة 84. هدف لهدف بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي. الحقيقة في وقت الحديث على نجاحات النجم الرياضي الساحلي مع رئيسه عثمان جنيح. عملية مباختة من النجم الرياضي الساحلي وصلت فيها الكرة لوسام عبيد. توزيعة ممتازة وديتونت ممتازة.